السلام عليكم. كاين الناس اللي تيسولوا واش ولاو تيطلبوا ليتر دو موتيفاسيون السي في باش ندفعوا الفيزا. راكم عارفين ليتر دو موتيفاسيون تدوخ بنادم، وسيرتو اللي تيبغي يكتبها لراسو، وسيرتو عاوتاني الناس اللي كسالى ما فيهم يكتبها لراسو وتيبغي يكتبها شي واحد بفلوس وما عندوش الفلوس، وزائد ان هذاك اللي تتعطيه يكتبها لك تتلقاه ديجا هو براسو خاص اللي يكتب ليه شي موتيفاسيون شخايبن، غير تيدربز عليك تيرونها وتيعطيها لك. كنت صراحة باغي ندير لكم واحد السلسلة باش تبقاو تكتبوها لراسكم، ولكن نتمنى انهم يكونوا حيدوها. الوغ هادشي اللي شفتوه هنايا راك تشوفوا هادشي تيدور في لي جروب، حنا بغينا نشوفوا المصداقية ديالو والتحليل ديالي. ممكن ما تشوفوا هذا، قال لك هاد الطالب ما طلبوليش ليبنسلاف وما طلبوليش شو الفاتخاك اون زو فايت. انا نسمعكم دابا واحد الاوديو نيت نتاع يعني المصدر نتاع حقاش هادشي ملي تيتكتب تتقد تكون اشاعة. يعني انا من قريته صراحه ما تيقتوش وما يعني ما تخليش لدماغي اوكي، وحتى مشيت هاد الورقه هادي ما دخلاتليش لدماغي. ولكن واحد الطالب ديالي بيان سور طالب ديالي اللي تنتيق فيه، انا سمعكم الميساج ديالو، هذاك هو المصدر ديالي، يعني غادي نتيق فيه هو اللي مشى وطلق اوديو، وبالتالي غادي نشوفوا الناس اللي مازال باقين يعني تيسولوا على هاد القضيه هادي. احنا غادي نشوفوا واش هاد الشيء كاين ولا ما كاينش. انا جبت هاد الاوديو وكما قلت لكم بعدا نعرفوا علاش ولا ما بقاوش يطلبوا هاد السي في وموتيفاسيون شخايب، نشوفوا الاصل علاش. راه ديجا درت واحد الفيديو في لاباج فيسبوك ديالي ولا اوديو، ولكن نعاود نشرح هنا الناس اللي ما داخلينش في هذاك لاباج. الوغ التحليل ديالي هو ان عندنا حنايا الفو اب توشتيمو، يعني صيفطنا الفيزا. الفيزا شنو هي الفو اب توشتيمو؟ هي تندفعو في المانيا كي بحال تنديرو تنقلبو تتقلب الايه، حقاش ولا دفعنا من المغرب شنو تيطرا، تدفع في المغرب و تيصيفطو لالمانيا تيتستريت هاد الدوسي ديالك عاوتاني تما كاينه و تيرجعو لك. انا ما عرفت صراحه ما خدمتش معاهم، ولكن هذا هو هادشي اللي كاين. وعلى ما تنظن بالنسبه ملي تيتشد يعني هذا غير التحليل ديالي الشخصي، في المغرب تيديروا واحد الدراسه اوليه تاع الدوسي ديالك، يعني ولا ما شافوه ما مناسبش راه تيعطيوك الرفض واقيلا من المغرب، ولا شافوا مناسب عاد تيمشي لالمانيا. انا ما خدمتش معاهم باش نقول لكم، ولكن هذا التحليل ديالي على ما تيبان لي، على سيرتو شي ناس اللي تيعطيو ما تيدفع الدوسي تيجي الرفض. يعني باين راه ان شي موظف شاف الدوسي ماشي تالي باش ما يبقاوش يديروا الخدمه الناس اللي في المانيا. الو فو ابتيشتو مون بالعكس، تدفع الفيزا في المانيا يعني دفعتيها وعطاوك القبول، قالك ايه سيدي مرحبا ها الفيزا، الو تيسيفطو للمغرب، المغرب شنو تيديروا؟ تيتريتيو الدوسي، يعني راك عندك فيزا نورمالمون خاصهم يتريتيو، ولكن فوقاش ترفض لك الفيزا في هذيك الحاله، ولا شافوا الدوسي ديالك فيه شي تخرويضه، فيه شي حاجه سافا با، على ما سمعت كي بحال واحد الطالب كان دفع الفيزا وخرج ليه التسري، من جا للمغرب باش ياخذ الفيزا رفضوها ليه، علاش؟ مشى المهم دار، انا سمعت وهادشي راه دار في الجروبات، قالك انه للاسف يعني دار واحد ستاج، وهاديك ستاج كان في كورونا، داروا في شي اوتيل وهاديك الاوتيل كان سد في كورونا، يعني للاسف، يعني هادي خرجات عليه للاسف اوكي. صراحه بقى فيا، ولكن يعني واحد ينتبه ديما خاص المصداقيه نتاع الاتيستاسيون اللي تتاخذوا، شوفوا واش فيها الكاشي، واش فيها الرقم تاع التليفون، واش يعني باش يكون داكشي عنده واحد المصداقيه، ماشي تاخذ انا بحال شي وحدين صيفطوا لي قال لي نترجمي واحد الوراق بحال واحد الطالبه، اتيستاسيون ما فيها لا نمره لا ادريس لا كاشي لا والو. او كي درتي ليها كي دار لها السيد هذا، وشارياها اونلاين وشريك، يعني هذاك شفار، هذاك اللي باعك هكاك شفار اونلاين وما فيها ما يتشاف، يعني فريمون ما عرفت ما نترجم فيها، يعني كنت مدربز، يعني ما فهمتش ان الناس كيفاش يديروا لهاد القضيه، تيشريو هاد الاتيستاسيون اونلاين ما تعرفش هذاك الشخص، راه خاصك شي واحد اللي مصداقيه، ولا عيطوا لي الو واش هاد الاتيستاسيون انت واش هاد السيد واش دار عندك ستاج، تيقول لهم ايه فلان ايه لا دات نيسونس كذا كذا اه راه دار عندي ستاج، وانت تشري واحد ما تعرفوش كاشي، انا غندير لك اجي بغيتي كاشي انا نعطيك كاشي، الكاشي سهل اي كاشي بغيتي نعطيه لك، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه خاص المصداقيه نتاع هذاك الجهه اللي تتعطيك هذاك الاتيستاسيون. الو بالنسبه للسيد اللي هانتوما تسمعوا بدنيكو شنو قال ليا، سمحوا لي نجبد الاوديو ديالو، ها هو يا الو هانت ما سمعش شنو قال. سمعت السي هشام انا تفعلت اليوم في القنصليه، سميتو عندي ارايت ياك، ومحتوى عندي لا سي في لا مابيستا ميم الريشايت ديال لا خدمه مكتب ومحتوى، واش خدمه عندي سيرتيفيكات بيتزفاي.
الوغ تقدم ما تكونش تسمعوا مزيان، يعني دفع اليوم اليوم يعني راه حنا تنهضروا على اليوم، دفع الفيزا مطلوب منه لا سي في لا ما فيستا، ما فيستا يعني لاسيرونس مطلوب شي حاجه اللي بيزار صراحه. قال لك من سولهم عليها قالوا لي ما راه تطلع لينا في السيستم، ما تتعنيش ان راه تطلع لهم في السيستم، يعني ضروري خاصكم تخلصوها بيان سور. باك دبلوم الباك وخاص ديبلوم باسبور وديك سيرتيفيكات بيت سفاي باسبور وهداك الشيء الروف كوبي ديال لاكارت ناسيونال فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ريفي دو نوتس ديال الباك وديال لي ريفي دو نوتس سوا ديال الباك سوا ديال لي ديبلوم اللي عنده غالبا ديال الدبلوم. ما بيستخدمهاش بس سولتو قال لي لا ماشي خلصت في لاكاج رجعت قال لي عندك في خطاك قلت له قال لي في خطاك ما تحتاجهاش راه هي كاينه وفوتو شتي مونك بالنسبه للناس ديال الفواب قال لي عندك في خطاك قلت له قال لي راه قال لي راه البارح هو البارح قال لي ما كنتش قال لي اليوم عاودتني قال لي الوغ بالنسبه للفاتحه قال البارح والبارح يعني هذا اللي تيخدم عندك الدوسي قالوا لهم ما تاخذوهاش دابا عاوتاني قالوا لهم اه تبقاو تاخذوها. الوغ هذا الشيء اللي كاين عاوتاني صيفط لي سمعوا هذا الميساج على حسب ما قال لي هذاك الموظف في تيليسكوم قال لي ودي هاد الوثائق اللي كاملين راه ما كاينلاش انك تعاود تجيبهم مادام انك صيفطتهم سواء عطيتهم في هوايت ولا اصلا دابا يغدر قال لي هادو ديجا عندهم فهمتي هادشي اللي قال لي مين ما بيستانا بان لي شويه ماشي لوجيك من غير الى عندهم واحد البلاتفورم عندهم ماكسيم شي بلاصه كيشوفوا واش متاسيو ولا لا. المهم هادشي اللي كاين، المهم هذا هو المصدر من عند السيد. وزائد هاد الورقه هادي راه نيت صيفطاتها لي واحد الطالبه قالت لي راه شنو طلبوا، يعني ما فيهاش السي في ما فيهاش الموتيفاسيون شحال هذا مكان، وتنتمنوا الجميع التوفيق ان شاء الله.